في لقائنا اليومي على شاشة النيل من القاهرة ومجموعة من المتابعات الإخبارية والحوارات لأبرز أحداث مصر على مدار يوم كامل. مساء الخير يا أحمد. مساء الخير يا أمل، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من القاهرة. كما تعودنا يعني نعرف حضراتكم بأهم ملامح الحلقة، خاصة فيما يتعلق بالحوارات المنتظرة في حلقة الليلة. النهاردة يكون عندنا حوار حول الملف الأمني داخل مصر، ولكن من زاوية محددة في ظل الاجتماعات التي عقدها الرئيس السيسي في الفترة الأخيرة مع المجلس الأعلى للشرطة. أهم ما نوقش في هذا الاجتماع وأيضا ملفات الأمن المرتبطة بهذه المناقشات، سواء يعني المواجهات الدائرة مع العناصر التكفيرية والإجرامية، بعض الملفات التي طرحت نفسها في الفترة الأخيرة، ضرورة تفعيل قانون حاسم للمرور، وقضايا أخرى مرتبطة بترتيبات الوضع الأمني المصري. الموضوع الثاني هنتكلم فيه عن الإهمال بشكل عام وخطر الإهمال على المجتمع المصري، لأنه الإهمال برضو مرتبط بالأمن القومي، ممكن يؤدي إلى تهديد للمواطنين وحالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع أو أي مجتمع بتكون سمة الإهمال موجودة فيه بشكل كبير. وده دعا وزارة الأوقاف أن هي تخصص خطبة يوم الجمعة النهاردة عن مخاطر الإهمال على المجتمع. أهلا بكم مجددا، نبدأ في جولة إخبارية موجزة معتادة قبل هذه الحوارات التي أشرنا إليها منذ قليل. وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي أثنى على تقدير المجتمع الدولي لمجمع أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأكد الوزير في كلمته عقب اعتماد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف مساء اليوم، أن مصر عازمة على التقدم نحو مستقبل تصان فيه الحريات والحقوق والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية ومبادئ الثورة كما طمح إليها الشعب المصري. للمزيد من المتابعة نرحب بضيفنا الكريم دكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان. أهلا بك دكتور نجيب. أهلا بحضرتك. اعتماد هذا التقرير الذي قدم من الجانب المصري ماذا يعني من وجهة نظرك في ظل ما أثير حول يعني وضع حقوق الإنسان داخل مصر في خلال الفترة الأخيرة تحديدا آخر 4 سنوات؟ وفي الحقيقة البيان الذي أصدره أو أصدرته مصر على لسان سيادة الوزير مستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أمس كان بيانا كافيا وشافيا، والحقيقة ردا على كل الشكوك التي وأيضا الحملة التي قادها التنظيم الإخواني لإقناع بعض الدول للتصعيد ضد مصر. فكان من نتيجة هذا التقرير الذي شمل أيضا الردود على كل الملاحظات التي كانت تبدأ ضد مصر في المراجعة الدورية الأولى 2010 ومنها 160 ملاحظة، الحقيقة تكلم أو تحدث البيان المصري عن حقوق المرأة، وأيضا تحدث عن حق التعبير السلمي، وأيضا تكلم عن ممارسة الشعائر الدينية إلى آخر هذا الأمر، وأيضا المنظمات الأهلية التي تعدت إلى 47 ألف منظمة. الحقيقة هذا البيان كان من نتائجه أن 80 دولة وافقت على التقرير وأسنت على التقرير، وأيضا دول عظمى زي إنجلترا مثلا رغم أن هناك إبداء بعض الملاحظات من قبل 17 دولة لكن كلها ملاحظات شكلية لا ترقى إلى حد الانتقاد. هناك 4 دول فقط التي أبدت انتقادها، منها على سبيل المثال أنا معذرة المقاطعة لضيق الوقت دكتور نجيب، لكن تبقى بعض التخوفات التي تثار من بعض الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان هنا في مصر، يقال أو يثار أن الدولة تتربص بهم بشكل أو بآخر. لا، دي لهم أهداف مغرضة للأسف الشديد، وهناك أيضا ما يؤكد أن هناك بعض المنظمات لها علاقة بالتنظيم الإخواني. وأقول لحضرتك أن يعني التقرير المزيف الذي كشف عنه أمس من قبل جماعة الإخوان وحزب حرية العدالة ولأن محل تحقيق دولي يؤكد أن مصر يعني تقرير اتسم بالمصداقية، ومصر أصبحت الحقيقة عظيم يعني استردت مكانتها أمام العالم. طيب، أمام المجتمع الدولي. نقطة أخيرة، صحيح أن الدولة أدت فرصة حتى يعني منتصف نوفمبر الحالي أعتقد لبعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لتوفيق أوضاعها أو الجمعيات الغير حكومية، ده صحيح؟
بالتاكيد طبعا، لان قانون جامعه الاهليه ما زال يعني قيد البحث. لا التاريخ، التاريخ المحدد منتصف نوفمبر الحالي او منتصف نوفمبر الحالي لتوفيق اوضاعها، الجامعات التي لن توافق اوضاعها عشان يصدر القانون باذن الله. ماشي يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني يكون لنا لقاء يعني مطول اكثر من ذلك. دكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان. طيب متابعة أخرى، المستشار هشام بركات النائب العام أصدر قرارا بحبس المتهم محمود حسين النجار قائد سيارة النقل المتسببة في حادث التصادم المروع اللي وقع أمس الأول بطريق الأسكندرية القاهرة الزراعي طبعا من البحيرة، وده لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات اللي بتجرى معاه بمعرفة النيابة. النيابة أسندت، النيابة العامة أسندت المتهم ارتكابه لجرائم القتل الخطأ نتيجة الإهمال والرعونة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، ونتائج تحليل دم السائق المتهم كانت كشفت النقاب عن أنه كان متعاطي لمواد حشيش وأقراص ترامادول مخدرة. النائب العام أمر بسرعة الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها إذانا بإحالة المتورطين في ارتكاب الحادث إلى المحكمة الجنائية العاجلة. رفعت وزارة الموارد المائية والري درجات الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة للمحافظات التي من المتوقع أن تتعرض للأمطار أو السيول في خلال فترة الشتاء، كذلك قامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على كل شبكات المجاري المائية، كما تم تطهير كل المخار والتأكد من جاهزية المعدات، وكذلك إعداد غرف عمليات لمواجهة أي أحداث طارئة، وتقرر إلغاء إجازات المهندسين والعاملين بمناطق رصد السيول. للمزيد من المتابعة لهذا الموضوع معنا دكتور خالد الوصيف المتحدث باسم وزارة الري. مساء الخير يا دكتور خالد. الخير يا فندم، اهلا بيك. طيب هو احنا الارصاد بتقول لنا ان احنا يعني على ابواب امطار غزيره او سيول، وبالتالي انتوا اتخذتوا كل هذه الاجراءات اللي ذكرناها في الخبر او في المتابعه؟ هو شهر نوفمبر من كل سنه هو بالنسبه لنا هو مؤشرات لموسم السيول، في نوفمبر وفي مارس وابريل، الفترات دي فترات السيول، فبالتالي ده استعداد طبيعي، يعني ليس معناه ان الامطار ستصل هذا، لان الاستعداد للامطار لابد ان يسبقها فتره كافيه. يعني تطهير المخرات ومتابعتها ولا الاجازات ده يجب ان يسبقه فتره كافيه. تيجي بقى يعني اجهزه الرصد سواء في متابعه الامطار وكده بنعرف منها او من اجهزتنا ان خلال ايام هناك عاصفه يعني مائيه شديده، فبالتالي تكون مستعده المخارات للاستقبال. لكن عايز اكد عليه ان ده ما بيتمش فقط عن طريق وزاره الري، لكن بالتعاون القوي جدا والوثيق مع اجهزه المحافظات، سواء في سيناء، شمال سيناء وجنوب سيناء، دي الاماكن دايما متوقع فيها سيول في هذه الفتره، او في سلاسل جبر البحر الاحمر والصعيد، قنا واسيوط وشباك، دي المناطق عاده اللي بيحدث فيها. احنا من العام الماضي من في السيول اللي حدثت في شهر مايو في العام الماضي، حصل سيول في شهر ابريل ومايو بسبب بعض الخسائر في طريق طابه وحوالين مدينة طابة، احنا حاليا في عملية تنفيذ لحماية مدينة طابة بتجري استعدادا ايضا للسيول اللي هتحدث خلال الشهور القادمة. لكن دكتور خالد يعني المنتظر من كميات المياه اللي ممكن تنزل في هذه الامطار والسيول الى اي مدى ممكن تمثل يعني اضافة لثروة مصر المائية، ولا دي على الهامش؟ لا في اضافة طبعا، يعني هو طبعا في اضافة، هي في خزانات هدايا بتملاها وفي سدود بتخزن فيها كميات المياه، هذه الكميات بيتم استخدامها في الشرب او في الزراعه حواليها، زراعات بدويه في منطقه سيناء بالذات، لكن مش كلها بتهدر طبعا بلا شك، يعني وان كان في اماكن المايه بتيجي فيها بشكل يعني قوي جدا اللي بتذهب لخليج السويس. في نسبه حضرتك تقولها لنا، يعني بتمثل نسبه كام من ممكن يعني خلال العام، خلال العام كميات الامطار والسيول خلاص هي مقدارها 1,300,000 متر مكعب. الكميه الاجماليه اللي بنستفيد منها. اشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد الوصيف المتحدث باسم وزاره الري.
دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية كان ليه بعض التصريحات المهمة أيضا، أكد أنه تم الاتفاق مع الشركات المنفذة لبطاقات التموين الذكية على سرعة تحويل بطاقات التموين الورقية إلى بطاقات ذكية، وكذلك استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وبطاقات صرف الخبز وإجراء عمليات الفصل الاجتماعي في البطاقات وتسليمها للمواطنين خلال مدة محددة حددها الوزير بأسبوع، وذلك تيسيرا على المواطنين في حصولهم على السلع التموينية المقررة لهم وحصص الخبز. وقال إنه تم خلال الأيام القليلة القادمة توفير مكينة إضافية لبيع الخبز في المخابز التي لديها مكينة واحدة، وأن الشركات المنفذة لبطاقات التموين الذكية تعهدت بإجراء صيانة دورية على ماكينات بيع السلع. طيب احنا معنا على التليفون الأستاذ محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين. مساء الخير يا فندم. خير يا استاذ امل، ومساء الخير يا استاذ احمد، وكل سنه وانتم طيبين ومشاهدينك طيبين وبخير وحضرتك بصحه وسلامه. طب احنا عايزين تفاصيل اكتر، لانه طبعا موضوع بطاقات التموين ده موضوع مهم جدا بيهم كل مواطن، وخصوصا انه في بقيه الخبر كمان في بعض المعلومات عن انه هيكون في خط ساخن ربما لتلقي الشكاوى من المواطنين. هو حضرتك زي ما ذكرت منذ قليل ان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه كان عقد اجتماع مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور الثلاث شركات المنفذة لبطاقات التموين الذكية والكرود، وتم الاتفاق على أن الشركات الثلاثة ستقوم بتحويل كافة البطاقات الورقية إلى بطاقات التموين الورقية إلى بطاقات ذكية في خلال أسبوع، وأيضا بطاقات التموين التالفة أو الفاقدة أو عمليات الفصل الاجتماعي، لان كان جالنا بعض شكاوى من بعض المواطنين ان لديهم بطاقات ورقيه ومش عارفين يحولوها لبطاقات ذكيه، وايضا معامله الفصل الاجتماعي او اللي عنده بطاقه تالفه او بطاقه مفقوده وعاوز يستخرجها. ولذا تم الاتفاق ان الشركات الثلاث ستقوم في خلال اسبوع من بدايه تقديم المواطن لمستنداته سواء لتحويل البطاقه الورقيه الى بطاقه ذكيه او استخراج بدل تالف او بطاقه او بدل فاقد أو عملية الفصل الاجتماعي لاستخراج هذه البطاقة. أيضا تم الاتفاق أن هيكون في صيانة دورية للماكينات بيع الخبز أو ماكينات بيع السلع التموينية لعدم وجود الاستمرار عملها وعدم وجود بها أعطال. بالإضافة أن الشركات أعلنت أن يكون لدي خط ساخن موحد سيتم الاتصال به من قبل أصحاب المخابز أو من قبل أصحاب المحلات البقالة التموينية بحالة لو المكنة ما اشتغلتش، لو الماكينات مش شغاله. وبعدين في خبر برضو احب اطمن الساده المواطنين ان استمرار صرف نقاط الخبز، وهو اللي السلع الغذائيه المجانيه اللي بيحصل عليها المواطنين مقابل ما يتم توفيره من الخبز، لان كانت حصلت اشاعه في الفتره الاخيره رددها بعض الافراد ان سيتم الغاء نقاط الخبز، فانا باكد ثاني وبطمن الساده المواطنين استمرار صرف نقاط الخبز شهريا، وهي بتبدأ بداية من أول كل شهر ولمدة 10 أيام. جميل، هنشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين على هذه المتابعة. نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، بعده نبدأ أولى فقراتنا الحوارية، والحديث يتواصل حول الأوضاع الأمنية في مصر في ظل بعض الاجتماعات المهمة الأخيرة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء مع المجلس الأعلى للشرطة أو مع السيد وزير الدفاع، وأيضا بعد اختياره شخصيتين لتعاونهما أو لتعاون الرئيس الجمهورية في ملفات الأمن، سواء منصب مستشارة الأمن القومي وأيضا مستشار للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب. بعد الفاصل نلتقي. الأوضاع الأمنية والمستجدات التي طرأت على الشارع المصري، جاء اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. الرئيس السيسي خلال الاجتماع أكد أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة تستهدف وجودها، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها على التصدي لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها. وفي هذا الصدد شدد الرئيس على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات،
فضلا عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضا للحيلولة دون تكرارها. من جانبه استعرض وزير الداخلية ملامح استراتيجية الوزارة على الصعيد الأمني والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها في العاصمة ومختلف المحافظات في الدلتا والوجه القبلي بالإضافة إلى سيناء. وزير الداخلية أشار كذلك إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة والتي تضيف أعباء أمنية جسيمة على جهاز الشرطة. احنا خلينا نبتدي على طول حوارنا اللي هنتكلم فيه طبعا عن الامن القومي في ظل او في ضوء الاجراءات اللي اتخذها السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، الاستاذ احمد عز الدين الخبير في الشؤون الاستراتيجيه معانا النهارده في من القاهره. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بيك يا استاذ احمد. نبدا ببعض التطورات المهمه في الفتره الاخيره، اختيار الرئيس لبعض الشخصيات لمعاونته في الملف الامني، خاصه منصب مستشاره الامن القومي ومستشار لشؤون الامنيه السيد اللواء احمد جمال الدين، ده طبعا كان وزير الداخليه الاسبق عيون مستشار لشؤون الامنيه ومكافحه الارهاب، ايضا معالي الوزيره فايزه ابو النجا وهي وزيره سابقه تولت مناصب كثيره جدا في حكومات سابقه تم تعيينها في هذا المنصب مستشاره للامن القومي. دلاله هذه الخطوه مع ارتباطها بالشخصيات التي تم تعيينها. هو طبعا الواضح ان الرئيس بيستكمل مؤسسة الرئاسة، وهذا يعني في حد ذاته شيء حميد. والرئيس كان قال اكثر من مرة انه يراجع هذه الشخصيات التي سيختارها بدأب وبدقة، وهذا ما استهلك وقتا طويلا. المهمة الأساسية للدولة للسلطة في اي دولة هي الحفاظ على الأمن القومي، ولهذا عندما تكون التغييرات متعلقة بمستشار للأمن ومكافحة الإرهاب ومستشارة للأمن القومي، أنا أعتقد أن هذا يعني هذه خطوة جيدة جدا وممتازة وضرورية. لكن كأي شيء في الدنيا في مصر تجري الاختلافات والخلافات ووجهات النظر، ويقال لماذا ومن و طب قبل الحديث عن الاختلافات والخلافات، هي هذه المناصب هي مستحدثة يعني ما كانش عندنا قبل كده مستشار؟ لا، كان لدينا مستشار للأمن القومي قبل 41 عاما، انتهى موقع مستشار الأمن القومي منذ 41 عام. هذه أول مستشارة أو أول مرة يبقى في منصب مستشار الأمن رغم القومي، رغم أهمية هذا المنصب أو الدور اللي رغم أهمية شغل هذا المنصب. إنما يعني طيب بغض النظر عن الأشخاص، حضرتك ما بتتكلمش على الأشخاص، لكن انطلاقا من وجهة نظر حضرتك كخبير في الشؤون الاستراتيجية، أهم مواصفات من يتبوأ هذا المنصب أو من يجلس على الكرسي في هذا المنصب؟ شوف، ما هو الخلافات والاختلافات في الحقيقة سببها الرئيسي عدم فهم طبيعة هذا المنصب. أولا، مستشارة الأمن القومي أو مستشار الأمن القومي لا يعمل منفردا، بحيث أنه يكون مستشارا منفردا للرئيس، لازم يكون وراء مؤسسة قومي. لا 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 اتعلق عن الخلفية، انا بتكلم على السيستم النظام نفسه. هناك لجنة او هناك مجلس استشاري للامن القومي، مستشارة الامن القومي تتولى رئاسة هذا المجلس، وهذا المجلس له امين عام. المجلس الاستشاري للامن القومي مهمته بالضبط انه يتلقى المعلومات المتعلقة بكافة قطاعات الأمن القومي، وهو مصطلح واسع جدا، داخليا ولا خارجيا؟ داخليا وخارجيا. الأمر الثاني أنه يدرس، أنه يصنفها وأنه يدرسها، وأن المجلس يتخذ في ضوء ذلك أمرين. الأمر الأول أن يستخلص منها الاتجاهات العامة التي يراها مهمة سواء في الحيز الداخلي أو الخارجي، بما تتضمنه من فرص أو تهديدات أو متغيرات ينبغي الالتفات إليها والنظر إليها. هنا أنا سأذنك في مقاطعة بسيطة، معنى كده أنه هذا المجلس ورئيسه له سلطات الاطلاع على أي ملفات، بمعنى أنه أجهزة زي أجهزة المخابرات أو أجهزة الأمن الوطني كل ما لديها من أمور دقيقة أو أمور كبيرة لابد أن تعرض عليه،
ولا في بعض الامور ممكن ان تحجب عنها؟ يعني انا اتصور ان يعني من الطبيعي ان تكون هناك الامور المتعلقه يعني ده مجلس بيمارس عمله بشكل يومي، مش مجلس بيمارس عمله بشكل، ده مش مجلس الدفاع الوطني الذي يعني عقد لظروف معينه حاجه اليه او صدر قرار من رئيس الجمهوريه بانعقاد، ولا حتى مجلس الامن القومي، هذا مجلس استشاري يعني سكرتاريه امن قومي للرئيس بالضبط كده. فمهمته أن تأتي إليه تقارير مختلفة من الجهات المختلفة، يعني هو ليس هو جهاز معلومات، مش مهمته الحصول على المعلومة، تلقي المعلومات. تلقي المعلومات. أنا قصدي أستاذ أحمد أنه عشان يلفت نظر الرئيس لخطر ما لا قدر الله، فلابد أنه هو طلع على كل ملفات عشان ما يكونش عنده حجة. أنا آسف، أنا معرفش أنه ده هيحصل. بالتأكيد أهم ما يحدث يصله، يفترض هذا أن أهم ما يحدث من متغيرات داخلية وخارجية يصله. ما هو أهم ده برضو مين هيحددها؟ انا اسف، انا عارف، انا عايز احسمها بس مع حضرتك. انا خوفي انه يتقاطع عمله مع تقاطع اجهزه سياديه. لا 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 لا، زي المخابرات. نحن لا او الامن الوطني. نعم، نحن لا نتحدث عن جهاز تنفيذي، نحن نتحدث عن جهاز استشاري ليس صاحب قرار في النهايه. لكن انا بتكلم في حدود الممكن. حجم المعلومات اليوميه الموجوده في اجهزه الدوله يعني تعيق اي حد على انه يستطيع ان يتواصل معها. والمجلس أيضا داخله تخصصات للملفات المختلفة، بيقسم هذه المهام على أعضاء وكل حد مختص بملف معين، لكن في النهاية هذه الملفات تصنف وتدرس ويستخلص منها المؤشرات الجديدة أو الرئيسية التي تمثل متغيرا هاما أو متغيرا ينبغي وضعه في الاعتبار أو تهديدا. الأمر الثاني أنه في ضوء رصد هذه المتغيرات أو رصد هذه التهديدات أو رصد العلامات التي ينبغي الانتباه إليها سواء داخليا أو خارجيا في كافة قطاعات الدولة، هو يقترح التوجهات أو السياسات أو التكتيكات أو التصورات التي ينبغي التعامل بها. القيمة الأساسية هنا الحقيقة إيه؟ أجهزة الدولة المختلفة لها قطاعات تعمل بها. أنت لديك جهاز استشاري للأمن القومي مرافق لرئيس الجمهورية أو مصاحب له أو إلى جواره. أنت الآن تنتقل إلى مرحلة أخرى في إدارة العمل، في إدارة العمل الوطني، بمعنى أن العمل ما عادش عمل يدخل في نطاق إدارة الأزمة. أنت لديك جهاز ينبغي، أنا بقول أن يكون على استعداد دائم، يعني مش على استعداد دائم، أن يمارس دوره كجهاز انذار مبكر على مستوى الدولة في ضوء المعلومات اللي بيتلقاها. نعم، والمشاكل والتهديدات التي تقع. طيب في انا عندي نقطة، يعني في مخيلة اي شخص لما نقول كلمة الامن القومي يبقى القائمين عليه حتى لو هم هيدوا هذه الاستشارات او هينقلوا مؤشرات بعينها انه يكون عندهم خلفية عسكرية مثلا. نعم، في هذا المجلس لابد أن يكون هناك خبراء استراتيجيين وخبراء عسكريين ومؤرخين وفلاسفة حتى، يعني مفترض كذا. شوفي، أكبر العقول دوليا في مجالات الأمن القومي ليست عسكرية في الحقيقة. يعني مثلا هنري كيسنجر عندما عمل مستشارا للأمن القومي هو ليس عسكري، واستطاع، لكن في عقلية بقى، في عقلية معادية لكن علينا أن نصفها بأنها عقلية استراتيجية كبيرة، لأن الرجل استطاع أن يقلب هزائم الولايات المتحدة في الإقليم التي امتدت سنوات إلى انتصارات مدوية تمكن الولايات المتحدة من أن تستطيع أن تحكم إلى حد ما قبضاتها على الإقليم لمدة 40 عاما. هذا ما تلا حرب أكتوبر المجيدة طبعا. عندنا احنا مثلا ممكن تقولي ان في شخصيات ليست عسكريه بالضروره ولكنها مفكري امن قومي. الحقيقه في الدنيا كلها الان الدور الذي كان يؤديه الفيلسوف في عصر مضى، الفيلسوف زمان كان بيعمل ايه؟ كان بيبقى زي الـ 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 السد كده، على بتجيله روافد من بتجيله روافد اجتماعيه وروافد اقتصاديه وروافد ثقافيه وروافد مجتمعيه وروافد علميه ايضا، بيجمع هذه الروافد كلها ورا سده ثم يخرج ستريم، تيار جديد بيجمع كل هذه الروافد. مفكري الامن القومي الان هذا هو دورهم، انهم بيقوموا بدور الفيلسوف القديم.
ليه؟ لأنه شغله داخل فيه الاقتصاد والثقافة والسياسة والإعلام، وده اللي هيخلينا نفرق ما بين الأمن القومي داخليا وخارجيا. نعم. لأنه برضو داخليا دي بيعتبر في يعني في بعض الملامح الجديدة بالنسبة لينا. كان دايما لما نتكلم على أمن قومي نتكلم عن حدود، نتكلم عن نهر النيل، نتكلم على الدول المجاورة، لكن من الواضح أنه في يعني طرأت تهديدات للأمن القومي الداخلي نتيجة عدة عوامل هنتكلم عليها بعد موجز الأهم وآخر الأنباء مع أشرف عبد العاطي. موجز أنباء الساعة، مرحبا بكم. يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قمة ثلاثية مع رئيس جمهورية